بديت الثورة وبديت الصورة توضح. البرلمان بياخد قرارات مصيرية عنا وعن البلد، بيقعدوا بجلسات اللجان البرلمانية وبيقرروا فيها قوانين بعيدة عن نظر الناس. خي مين قالك شو بدنا نعمل مصاري النفط والغاز؟ هودي مصرياتنا، بدنا نشارك باتخاذ القرارات، ما بدنا ننطر ثورات لتسمعوا مطالبنا. ليكو تونس بعد الثورة عدلت نظام الداخلي وصارت كل اللجان البرلمانية بتعقد جلساتها على المكشوف. نحنا كمان بدنا نشارك بجلسات اللجان النيابية ونعطي رأينا بمشاريع القوانين اللي عم تندرس، وزيادة عن هيك بدنا نشر محضر مفصل عن كل جلسة لجان، لأنه صار وقت نتأكد إنه ما في ازدواجية بين الحكي فوق الطاولة وتحت الطاولة. مقترح تعديل المادة 34 تقدم، صار وقت ينزاد على جدول أعمال مجلس النواب وإقرار التعديل خلال الجلسة العامة. بدنا نشارك.